رعى المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسبالا انطلاق أعمال المؤتمر الكنسي الثامن في منطقة البحر الميت تحت عنوان نحو ثقافة قانونية كنسية، الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية. ويأتي المؤتمر الذي يستمر حتى 28 من الشهر الحالي بتنظيم من المحكمة الكنسية للبطريركية اللاتينية في القدس وعمان وسط مشاركة واسعة من الأساقفة والكهنة والقضاة والمهتمين بالشأن القانوني الكنسي. ويتناول المؤتمر الذي يشارك به حشد كبير من القانونيين من عدة دول محاضرات حول الأبعاد القانونية لسر الزواج وخصوصا للخطاب المقبلين لنيل هذا السر المقدس ودور كاهن الرعية في الخلافات الزوجية.